السلام عليكم. اليوم نروح لولاية إليزي لنقف على الأشغال تاع المستشفى الجديد اللي راه قيد الإنشاء ببلدية الجامعة، إذن بولاية إليزي، واللي هذا المستشفى الجديد الذي يتسع إلى 120 سرير راه يعني في المراحل يعني حوالي 50% من نسبة الإنجاز. إن شاء الله كل هذه يعني المنشآت الهامة تعم كل ولاية الوطن، خاصة ولاية الجنوبية اللي تفتقر إلى يعني الخدمات بالمعايير المطلوبة. أترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.